يا وصاب خوتي خواتاتي كاع المغاربه، هذا الفيديو ما كنتش غنلوحو اليوم، ولكن ضراتني خاطري ملي شفت واحد الكارثه في الموسيقى وقلت علاش لا ما نطلعهاش عليها. اللي اول مره دخل عندي للقناه ما ينساش يدير ابوني. تان 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 اللي سمحتي فيا، تان 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 دابا تندم عليا. ها هو شكون هو اساري كول؟ كيف ما ولينا كنعرفوا كاع اليوتيوبرز ولاو كيلونسيو كليبات وكيغنيو، ولا عندنا 40 مليون مغني مغربي. هتخيتي سميتها ساري كول، مشهوره اكثر من بزاف ديال الفنانين ضربوا تماره في الكارير ديالها. هي جات مبدا خالف تعرف، واستغلت الكبت ديال بزاف ديال المغاربه، وقدرت دير البوز في فتره قصيره بزاف، وقدرت تجمع 17 مليون مشاهده و300 الف مشترك. دابا غنهضروا على الكليب اللي لاحت هذه الكارثه ونديروا ليه التحليل. اول حاجه الانترو، الطريقه باش كتبات ساريكو الاحترافيه، غير هو داندي وما فهمتهاش، وزيدها بالنجمه الخماسيه دعينك الله شوهتي بالمغرب. باش زاد قتلاتني بالشوفات في الكاميرا، يا لهوي خياتي جدابه طيحاتني. اما اللبسه ما ندويش عليها، كيبان لي هادي غتلا فيها في شي بواط برودكسيون ديال الافلام الاباحيه. وباش زاد تكملاتها، جابت حداها واحد زوج سرمولات مصديات بحال خارجين من 4 سنين ديال الحبس. زعما بغات دير الاثاره للجمهور باللباس الفاضح. هاد اللقطه بينات فيها الغباء في الكتابه ديالها. ها هو فكرتني فيها مات الاعدادي، فاش يلا عرفنا فاكيو، وديك الشرموله حداها حاله فمها وكتضحك فرحانه حيت غتبان في الشاشه. دابا عاد فهمت. ها هو بغات تقصد الصبع الوسطاني. وسيري يا صاريك والله يمسخك شويتي بالريغيتون، ونسمعك طاطيان كي غيصيفط المافيا ديالو من كوبا ويقطعوا لك داك الصبع باش كتفاكي فينا. هاد اللقطه زعما دخلت السيناريو والقصه في الكليب ودارت ترانزيسيون. وخونا مول السالف مع ديك صاحبتها اللي كانت كتشطحني معاها، وعاطيه دابا بالدار الكاميرا باش ما تبانش. قصه مؤثره كتجيب البكيه في الاخر. خلاها وتبع ساريكول، حيت ساريكول محمق الرجال بالزين اللي عطاه الله. راه عندك الزر غير من اللي سمح فيك، في الحقيقه خاصو يديك حتى الفوق شي قنطره ويلوحك منها. هذه جاتني ما كتغنيش وانما كتعاير المغاربه، ربما تعرضت لشي اعتداء في صغرها وتعقدات من الرجال، والاحتمال التالي هو انها مختله عقليا وخاصها شي طبيب يعالجها حيت حالتها صعيبه. المهم كليب كان حامض اكثر من القياس وغير طلع في الطوندونس، حيت الجمهور ديالنا عزيز عليه الفضايح. اما ساريكول لقات الحريه في اسبانيا ودارت ما بغات. اللي بغيت نقول لك غير غني بحال هاد الحموضه ديالك، ما عندناش مشكل، ولكن عطي اتساع القرآن، حيت كيبان لي انت عندك انفصام في الشخصيه، وشي نهار غتجيبي لينا شي عجب عمرنا شفناه. خوتي خواتاتي، الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها، وما تنساوش لايك، وكتبوا لي في التعليقات على من بغيتو نطلعها. ولي فان ديال الراب المغربي تسناو الحلقه ديال يوسف 45، واخا معروف عليه كيسينيالي الناس اللي كيديروا عليه الرياكسيونات، غنحاول ما نديرش الكليبات ديالو. كان معاكم انرجي تهلاو.